هل تجوز ممارسة العادة السرية لمن يخشى الوقوع في الزنا؟ الجواب أن خشية الوقوع في معصية الزنا لا تبرر ارتكاب معصية العادة السرية، وما يتصوره البعض من جواز الاستمناء باعتباره معصية خفيفة بالنسبة إلى الزنا، وأنها بمثابة صمام أمان يجنب الشباب والفتيات من ارتكاب الزنا أو الشذوذ، هو تبرير خاطئ. وهذا التبرير لا يبيح فعل الحرام، حيث إن الخطأ لا يصحح بخطأ آخر. صحيح أن معصية الزنا أشد من معصية العادة السرية، لكن ليس ذلك مسوغاً شرعياً لارتكاب هذه المعصية. والرأي الصائب هو أن على من يخشى الوقوع في المعاصي المذكورة أن يلجأ إلى الحلول المشروعة التي حث الإسلام غير المتزوجين عليها.